السلام عليكم حبايبي، كيف انتم الاخوان؟ لاباس عليكم؟ مزيانين؟ نتمنىكم اخوتي تكونوا كما العاده 5 5، وديما الجديد مع مريم فاميلي. ايوا اخوتي، اليوم لعبه المنتخب الوطني المغربي. ايوا مريم نضت بكري تعمل الشغل باش تلصق في ياسين يديها تفرج الكره. كما كتعرفوا عليا كيعجبني نتفرج ونشجع المنتخب الوطني، خصوصا ملي كيكونوا لاعبين على كاس افريقيا ولا كاس العالم ولا شي حاجه بحال هيدا، يعني شي حاجه مهمه. ما خليش يا خوتي الفراجه. ايوا خوتي، نط لك حدقه، عملت الفطور، فطرنا جماعه الدار. دابا لقيتوني هنا كاخوتي كنغسل، غسلت بوطانو وحكيت له الريوس ديالو. مهم حلفه ما نمشي نتفرج الكره حتى نخلي داري كتشعل ونتغدى ونخلي كل شيء مجموع عاد نخرج من الدار. ايوا صافي، كما كتشوف اخوتي هنايا اميره كتمسح لي كتعاونني، حتى هي ربي خليها لي وفوقاش تكبر باش تبدا تعاونني مزيان. المهم كتمسح لي وكتعاونني، شتيتو هيدا. ايوا هنا يا خوتي جبرتوني، جبت كلشي، محط الصبين، كلشي كلشي عملته والله العظيم. وها الصبينه نشرته، وهادو عندي غير هاد لابادوره هادي. الصراحه كتعذبني، الله يرزق. ايوا خوتي هنا يا عمران ديالي، صباح لي مريض، دعيولي معاه. مريض مسكين اخوتي، طلع على السخانه وكيرد لي مريض والله الا. ايوا خوتي هنا سالتو، المهم اخوتي من بعد الشغل اللي عملت غيان باش نمشي نتفرج اليوم الكره، طلع صداع. كنتمنى يكون خير ان شاء الله يا ربي. اش كتقول يا ياسين؟ عاود هذا النهار هذا انا بعدا ماشي معول على الخساره. صح، انا معول على الخساره. قلت لنا دائما معول ياسين على الخساره، معول على الخساره حيت عارف شني تما. نوال ان شاء الله غادي نربحو، دي برونزايد على مودريتش، غادي نربحو هذا النهار هذا. كراسكا انتوما ضروري من الرايه المغربيه والتشجيعات متواصله والدعم المعنوي. ونتمنى قلت شوالي كرة خطيرة. لا والو، ايوا صافي على ديك الصوت هذاك. هذاك ويسجل هدف ويوزع خليفة زايد على شو استوريا ستار. استوريا ستار جواد بدا مغرب اللي غيعلق. جواد بدا راح يعلق يا خوتي، راح نتفلق وان شاء الله ما نتحشمش. وجينا معطلين يا خوتي البانوراما، ونتمنى يا لهويتي رجلي بيجري وغندخلوا في واحد الداسيه. والله بواحد السرعه كنا غندخلوا في الداسيه. ونتمنى يكون خير ان شاء الله يا ربي. علاش مش الجيعه المغربيه كتموت على المغرب؟ هانتوما علاش نعملها في الميكا؟ نهزها في يدي ولا خسرنا ونطويها ونخرجها مخابعه من تما. يلاه فرجه ممتعه. المهم غتكونوا عرفتوا شنو كاين، واش ربحنا ولا خسرنا ولا شنو كاين. يلاه تحياتي. ديما كيسبقني هو كيجري باش يشبر الموطه. Thank you.
ايوا خوتي، كتستمر التشجيعات ديالنا المنتخب الوطني، وجبرنا القهوة عامرة عامرة بالناس. ما جبرناش خوتي حتى فين جلسوا، شوفوا جلسنا في حلقنيت، ما جبرناش حتى فين نزلوا القهوة وداكشي اللي طلبنا. شوف الكرسي ديال البيبي ديال الأطفال فيه قربوا هنا. والله العظيم ما جبرناش خوتي فين نزلوا، قربوا لنا واحد الكرسي ديال البيبي نزلنا فيه وقضينا غرض. والله إذا حيت جينا تعطلنا وجبرنا قهوة عامرة عامرة بالناس، يعني كل شيء دابا يعني ملي كتكون لعبة المنتخب الكل كيعجبو يتفرج، الكل كيشجع. انتما كتشوفوا تبارك الله نساء كبار، يعني نساء بنات صغار، يعني كل شيء يعني ما بقاش غير الراجل بوحدو اللي كيمشي للقهوة يتفرج. دابا كنقول لكم النساء اللي ما كتخرجوش يتفرجوا في القهاوي. كنحرشكم كنحرضكم وكنقول لكم لصقوا في رجالكم، شدوا فيهم وخرجوا للقهاوي تفرجوا الكرة. حيت كنلقاو مشكل في الدار الصراحة، انا وقعت لي يعني كيمشي الويفي، المهم ماشي غير الويفي يعني، المهم كيتقطع هنايا في القهوة، ما كيتقطع ما والو خوتي بلا ما يدوخوكم. ايوا خوتي تبارك الله، كانوا هجمات من صراحة طرف غادي نقول لكم المغاربة وكانوا بزاف هجمات من عادي. طرف المنتخب البلجيكي. الحمد لله، انتم كتشوفوا توفقنا اننا نغلبوهم، ولكن كنتمنوا خير في المقابلات اللي باقين. يعني ماشي كل شيء تحسن، باقي يعني كتنتظرنا واحد المباراة صعيبة عاوتاني. كنتمنوا ان شاء الله يا ربي نقدروا اننا نفوزوا ونحصلوا على 3 نقاط، يعني باش نقدروا. دابا عندنا 4 نقاط ونزيدوا شي 3 ان شاء الله، ايوا باش يكونوا عندنا 7 نقاط باش نقدروا نمشيو مرتاحين الحمد لله. ايوا خوتي، هنايا كان الضغط ديال المغاربه بداو كيضغطوا، الحمد لله قدروا انهم هاد المره هادي يلعبوا شويه مرتاحين. هنا غادي نجيب الهدف مستفره خوتي، داك اللحظه اللي جاب لي الهدف رحنا صافي الحمد لله. نقدر للاسف كيشوفوا في البار خوتي. هانتوما الرايه المغربيه، وديما ماروك ديما المغرب، وديما كتحماقوا على بلادنا، وان شاء الله ما يكون غير الخير وما يكون غير الفوز ان شاء الله يا ربي. متفائله ودائما متفائلين، وكنطمحوا ان المغرب ديالنا ديما الفوق 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 ويزيد القدام، يعني المغرب اللي غادي تربح الله لا تداوها. ان شاء الله المغرب اللي غادي تديها، وكل تفاؤل وكل طموح وكل امل ان المغرب هي الذي ستربح المباراه ان شاء الله يا ربي. شفتوا متاكده بلي المغرب غادي تربح، واخا داكشي ما كيبشرش بالخير، ولكن ان شاء الله ما يكون غير الخير، وديك الفرحه اللي دازت غادي تكون يعني حقيقيه ان شاء الله يا ربي من بعد نهايه المباراه. ايوا خوتي، خرجت نشم الهواء ما بين الاشواط، الشوط الاول والثاني، يعني في ديك المهم استراحه، خرج انني نشم الهواء ونصور. وديك النهار جيت اخوتي في الصباح بكري، وهذا النهار مع الجوج الشيه، يعني دابا كانت شي 3:30 ولا الاربع قبل الاربع، يعني هيداك هذه هو الضويه اخوتي اللي وهذه سبته المحتله، يعني بيناتهم غير واحد الواد وممنوع انهم يدوزوا. ايوا خوتي، المهم ديما كنصور لكم هاد البلاصه ملي كنجي لهنا، هادي بانوراما مهم كيكونوا فيها العيا كيلعبوا داكشي والجريده، وكيكونوا الطباله والكراسه، المهم تما العيا كيلعبوا. ديك النهار جينا جبرنا ما كاين حد حيت كان الصباح، دابا كاينين الناس هنايا، هادو عاوتاني اللي كيبغي يجلس فيهم من داخل، يعني مغطيين كيجلسوا فيهم من داخل، يعني منظر مزيون.
ايوا خوتي ديك الرايه ديالي ما كاينش اللي ما تصورش بيها، ما كاينش شي واحد اللي ما سعاها ليش، اللي كيشوفها لي في يديك يقول لي اختي خليها لي نتصور بها. ايوا خليتها لهم وديت فيهم الاجر، عطيتهم يتصوروا بالعالم المغربي، الرايه المغربيه. وديما ماغوك ديما ماغوك. اش غادي نقول لكم، والله الا فرحنا كي حسبني قلت صافي حشاو قول الاول بعدا، يعني عطانا واحد الامل شويه الانسان يزير واحد شويه ويتهلا في ديك الكون ديالو ويخبعوا لدوير الزمان. الله الا عاود حي دوهنا، كانت واحد الفرحه كبيره والناس كتغوت وكلشي فرحان. ايوا اخوتي ما كتبش، نتمنوا في الشوط الثاني عاود يكون خير ان شاء الله ونقدروا اننا نسجلوا يعني ونتخطاو. صراحه كنتمنوا المنتخب ديالنا يبقى ما يطيرش من البدايه، يعني كتجي خايبه ملي كيطير في البدايه، يعني كنتمنوا يبقى ونفرحوا ان شاء الله يا ربي، نتمنوا خير. المهم اخوتي المهم كنتمنوا يكون خير ويكون الشوط الثاني احسن من الشوط الاول ونفرحوا. المهم نتوما غتشوفوا الفيديو هذا حتى يكون فات الفوت، واللي كاين كاين، ولا كنا غنربحوا غادي نكون ربحنا، ولا كنا خسرنا غادي نكونوا خسرنا، واللي عطى الله عطاه. المهم غير كنصور معكم وهنا ثاني مره فيما كتلعب المنتخب كنجي نتفرج هنايا، صراحه كيعجبني هذا المطاع. ديك النهار جبتكم اخوتي في الصباح كانت الدنيا هنايا خاويه، حتى شو دابا تبارك الله كاينين العيال هنا كيلعبوا، القهوه جبرنا عامره بزاف، ماشي بحال الصباح بحال العشيه، وكطل فيها واحد النظام مزيان يعني فهمتوا، كطل على سبته في الكاميرا شوفوا على النظام عاود قايله اللوم حلوه مزيان، ارحمنا بالشتيوة. المهم اخوتي المهم كنتمنوا يكون خير ويكون الشوط الثاني احسن من الشوط الاول ونفرحوا. المهم نتوما غتشوفوا هذا الفيديو هذا حتى يكون فات الفوت، واللي كاين كاين، ولا كنا غنربحوا غادي نكون ربحنا، ولا كنا خسرنا غادي نكونوا خسرنا، واللي عطى الله عطاه. المهم غير كنصور معكم وهنا ثاني مره فيما كتلعب المنتخب كنجي نتفرج هنايا، صراحه كيعجبني هذا المطاع. ديك النهار جبتكم اخوتي في الصباح كانت الدنيا هنايا خاويه، حتى شو دابا تبارك الله كاينين العيال هنا كيلعبوا، القهوه جبرنا عامره بزاف، ماشي بحال الصباح بحال العشيه، وكطل فيها واحد النظام مزيان يعني فهمتوا، كطل على سبته في الكاميرا شوفوا على النظام عاود قايله اللوم حلوه مزيان، ارحمنا بالشتيوة. Thank you.
الحلامة ناعسين كلشي قريب شي حلامة هي إيبا ماروك إيبا ماروك إيبا كلشي فرحان كلشي كيتصور اجواء زوينه راما راما احسن فرجه ايوا خوتي هنايا صافي شدينا الطريق للدار ديالنا فرحانين الحمد لله خوتي اللي بعدا ربحنا وقدرنا اننا نديو 3 ديال النقاط ونتمنوا خير ان شاء الله يعني باقي تبعنا الخدمه وباقي خصنا نربحو ان شاء الله يكون خير وربحوا ان شاء الله يا ربي المهم هنا خوتي كلشي فرحان وكلشي هابط بالطونوبيرات ديالو كيبيطار وعرفت جبرنا الشارع محيح والناس فرحانين وبحال اللي دينا كاس العالم كنسبقوا الفرح اخوتي حنا دائما كنسبقوا الفرح بليله ايوا خوتي كنتمنىكم تشتركوا في القناه اللي اول مره كيدخل عندي وما تبخلوش علينا بالتعاليق ديالكم الغزاله والى اللقاء في فرصه قادمه ان شاء الله